سيدي يا ابن الأطايب يا إمام المنتظر، حتى لو عن عيني غايب لطفك بكل شي حضر. لمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وتزامنا مع الذكرى السنوية لفتوى الدفاع الكفائي، أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة وبالتعاون مع أهالي مدينة الكاظمية المقدسة الحفل البهيج في منطقة كورنيش الكاظمية ضمن فعاليات الأسبوع المهدوي الثالث. يشوفك شوف العين منك لجلك أشكي البين دنيتي بشوفك جنان. هذا الحفل البهيج تميز بالبهجة والسعادة، حيث اجتمع الأهالي للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وتضمن هذا الحفل العديد من الفعاليات من أسئلة وجوائز ومشاركة العديد من المنشدين والشعراء. اللي تنتظر كل الأنا وانت اللي يظهر مع السلام، ادركنا وضر آخر إمام.